شو الواجب علينا كمسلمين مأمورين بالاعتصام بحبل الله تجاه مواجهة الخطاب الطائفي اللي منلاقيه عند بعض المشايخ؟ وهل فعلا هيك خطاب والتهاون معه بهالخطورة، مو بس على الأمة بل علينا كأفراد في الدنيا والآخرة؟ مرة جديدة برحب فيكم بهالحلقة من سلسلة ما دبتور. مبدأ التعميم اللي بيمشي عليه مشايخ الفتن المذهبية هو مبدأ مو بس بيطبقوه على الغير بل بيطبقوه على أنفسهم كمان. مثلا بموضوع التكفير بيجيك نماذج من هدول المجانين ما بيكتفوا بتكفير الآخر بل بيحاولوا يصوروا لك أنه هذا رأي جمهور علماء أو علماء مذهبهم يعني، وبيقولوا لك وقد اجتمع أهل العلم على أنهم كفار ومجوس ومش عارف شو. هلأ إمكم من الإعلام والشحن الطائفي اللي خلفياته سياسية بالأغلب، نحن هون عم نحكي عن الرأي العقائدي. 90% من علماء أهل السنة من الناحية العقائدية هن أشاعرة وماتريدية، والأشاعرة والماتريدية بإجماعهم ما بيكفروا الشيعة، وحتى السلفية مو كل آرائهم على تكفير الشيعة، وإن كانت هي أصوات قليلة من بينهم بس على الأقل بالآونة الأخيرة عم تزيد. يعني على الأقل في نسبة لا تنقص عن 90% من علماء أهل السنة ضد تكفير الشيعة. وبالمقابل كمان بيطلع لك واحد مجنون بيقول وأجزم بضرس قاطع أن جميع معممين أو معممين يعني يعتقدون بكفرهم. طيب إذا نحن بدنا يعني نبحث هالنقطة هاي بجواب علمي ومو مجرد قول يكون يعني مثل شعارات مثلا أو شيء، يعني بطريقة تانية كرمال نتجنب الاتهام انه والله لا معلش انتم ما بتعرفوا عن التقية ومن هالكلام. بدنا جواب عملي. ممكن نقول انه والله الشيعة ما عندهم مبدأ يعني الانتحاريين يعني او شيء، يعني الله يصرف عن بلادنا وامتنا هالبلاء، فبالتالي هن ما بيكفروا غيرهم من المسلمين. هلا هذا فعليا مو دليل كافي. ليش؟ لانه اساسا الشيعة ما عندهم مبدأ جهاد الابتداء، يعني بالتالي مو بالضرورة اذا ما اعتدوا على حدا معناته ما بيكفروا. بس انا حجيب دليل تطبيقي وعملي ومرتبط بالعقيدة بنفس الوقت. بكل بساطة في شبه اجماع بين المراجع الشيعية اللي بعرفه انا باستثناء السيد محمد حسين فضل الله الله يرحمه، يعني عندهم من شروط حلية الذبيحة إضافة إلى التذكية وذكر اسم الله والذبح على الطريقة الإسلامية، ومن شروط حلية الذبيحة عند جمهور المراجع أنه يكون الشخص يلي عم يذبح مسلم. يعني حتى لو كان كتابي وموحد واللي بدكم إياه ما بيمشي الحال، لازم يكون تحديدا مسلم. وأنا ما عم صوب هذا الرأي، يعني ما أنا بصراحة ما بتفق معه، بس عم بستدل بنقطة وهي انه بالرغم من التشديد والحرص الشديد على مسألة يعني شروط حلية الذبيحة، وخصوصا بالبلاد اللي فيها مسلمين وغير مسلمين بنسب قد يعني تكون متقاربة، بتلاقي في حرص مو طبيعي انه يعرفوا مصدر اللحمة واللحام والامور هاي. وإذا كانوا بمطعم مثلا واشتبه عليهم الأمر وما قدروا يعرفوا، يعني بكل بساطة بياخدوا سمك وبريحوا بقى. يعني بالرغم من كل هالتشدد والحرص على موضوع حلية الذبيحة بشروط اللي هي أصعب من شروط السنة، منلاقي أنه في كل العصور جميع فقهاء الشيعة بياكلوا وبيجيزوا أكل ذبائح المسلم السني. يعني ما في مجال أبداً لأنه واحد يجي يتفلسف ويقول والله هي تقية، هذا سوء ظن، وهذا يعني هي هذا بلاء أساسا، سوء الظن الافتراضي والتلقائي أنه بمجرد ما نسمع تهمة عن الآخر حتى لو مصدرها شخص من ضمن فريق هذا الآخر أنه دغري نفترض صحته، وهي أساسا يعني هي هذا الطبع أساسا مخالف لأساسيات الأخلاق القرآنية والمحمدية. رب العالمين ترك على عاتقنا مسؤولية كبيرة لما قال
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وكلمة جميعا هون مو حشو والعياذ بالله، فمو من حقنا إطلاقا نكون انتقائيين في تطبيق هي الآية اللي كلنا حافظينها، مثل ما كلنا حافظين كمان ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا اللي صاير معنا مع الأسف. بس العبرة مو إنه نكون حافظين هي الآيات، العبرة نكون فهمانينها وحريصين على تطبيقها والعمل فيها. بس يمكن لنقدر نكون على مستوى الحرص على هي المعاني، بدنا نعرف قديش خطورة التحريض الطائفي ممكن توصل. لأنه ممكن نقول إنه ماشي في تنظيمات إرهابية وتكفيرية ومن هالكلام، بس هي وراها دول غربية ومن هال يعني من هالحكي وأجهزة مخابرات عالمية ومن هذا الكلام، وهذا الشيء طبعا ما في شك فيه. بس كمان بنفس الوقت الكوادر اللي عم تنغر وتنضم بهيك تنظيمات، يعني عم يتم إقناعها من وراء هيك تحريض. يعني هذا النوع من المواد اللي موجودة على الإنترنت من التحريض الطائفي، سواء بعلم مشايخ الفتنة هدول أو من دون علمهم، وهي الكارثة الكبرى. يعني نحن يعني مو ملتفتين، لأنه هاي الفتنة عم تخلق الأرضية المناسبة لقبول شبابنا وأبناء أمتنا لهالأفكار المتطرفة الدموية. هاي النماذج كل ما يزيد تدينها بيزيد تخلفها، وهي كارثة كبرى، لأنه القيم الأخلاقية والإنسانية انعدمت عند فهمهم للدين، تشبعت رؤوسهم بالتحريض الطائفي والمسارعة للتكفير واحتكار الجنة والعقائد الفاسدة، مثل عقيدة الفرقة الناجية اللي تدفع هالنماذج لأنهم ما يتمنوا لحدا الرحمة ولا يتمنوا حدا يفوت الجنة غيرهم، لأنه بكل بساطة بنظرهم يعني ما في مكان بالجنة أو برحمة رب العالمين إلا لفرقة واحدة والعياذ بالله. برامج التحريض المذهبي سواء أونلاين أو على التلفزيون مع الأسف لما يجوا يبرروا انه والله نحن هدفنا ننصح وننبه الناس من هالافكار الدينيه الخاطئه، وهدفنا نوعي الناس، عشان هيك يعني عم نحرض ضد المذهب الاخر، ونحن كل غايتنا يعني التحذير من خطر العقائد الفاسده بين هلالين. يعني هل شي مره سمعنا حدا من هالزمره هاي حكي كلمه ضد التطرف، ضد الارهاب، ضد التكفير؟ ما بيعني لهم طبعا، بالعكس في منهم دافع عن داعش وصار يبرر لداعش لما سألوا عنها. وحتى لو كانوا صادقين بتبريراتهم هاي وبيعتبروا انه والله في ناس بتستحق الواحد يحذر منهم ويحرض ضدهم، ما بيفكروا انه تحريضهم هاد ممكن يتسبب بإراقة دماء بريئة، وواجب عليهم يحسبوا حساب هالشيء. مو انه والله يقولوا ما لنا علاقة، رب العالمين بيقول واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ما سامعين هاي الآية؟ ولا شو شغلتهم يكونوا مشايخ إذا ما سامعانينا؟ ولكن يعني بلى والله سمعوها ووعوها، ولكن حليت الدنيا في أعينهم وراقهم زبرجها، مثل ما بيقول الإمام علي. هذا النوع من المشايخ إذا منلاحظ عمرهم ما جابوا سيرة إسرائيل، وعمرهم ما انتصروا للفلسطينيين بكلمة، بالعكس في منهم بهاجم الفلسطينية وممكن يكفر المقاومة الفلسطينية. ونفس الشيء جماعة لندن بكفروا المقاومة بلبنان. طب هذا شو بيقلنا؟ ليش بريطانيا استقبلتهم وفتحت لهم قنوات يحرضوا من خلالها؟ وليش ممنوع انهم يدخلوا يعني ليش هن ممنوعين يدخلوا لايران او للعراق، او طلعوا من العراق اساسا ما معهم ياكلوا؟ بينما منلاقي المقاومة الفلسطينية بكل خطاب منلاقيهم يعني من دون استثناء بكل خطاب بيشكروا المقاومة بلبنان على دعمهم وتأييدهم. والمقاومة بلبنان من أوائل الداعمين لفلسطين وللمقاومة الفلسطينية. في كتير منا مع الأسف الواتساب عندهم شغال فيديوهات سخرية وتهجم وطائفية وتكفير. ليش؟ شو مصدرها هي الفيديوهات؟ ليش ما بيحسبوا حساب انه الفتنة اكبر من القتل؟ ليش ما بيحسبوا حساب كم نقطة دم برقبتهم من وراء هالشغلات التافهة او اللي هن مفكرينها تافهة؟
الله عز وجل بيقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بيقول: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها 70 خريفا في النار. وبحديث آخر: وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ أضعف الإيمان لما توصلنا هيك رسائل، لما نسمع هيك حكي. رجاء ما تبعث لي هيك فيديوهات، أو ما بحب هيك مواضيع وخلصت. بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. الموضوع خطير، خطورة شديدة. المفروض نشجع على المواد اللي بتفيد وحدة الأمة وتعاون الأمة، وإلا يعني شو عم نتعلم من الدين؟ وليش عم نتعلم دين؟ يعني إذا كان تعلمنا للدين ما طلع منا هيك قيم وهيك أخلاق، من الأساس في شيء غلط عم نتعلمه بالدين. طولت عليكم بهالمواضيع، معلش. إن شاء الله نستأنف مواضيع آخر الزمان، وبنحكي شوي عن الأحداث الراهنة، لأنه في كتير أمور ملفتة صارت وعم تصير من بداية هاي السنة اللي نحنا هلأ فيها، 1444 للهجرة. منخبركم أكثر إن شاء الله بالحلقة الجاية. ترون حديث الكسائي حديث قصير مؤداه أن النبي دعا حسنا وحسينا وفاطمة وعليا وضم عليهم كساء من الشعر، ثم دعا الله أن يذهب الرجز عنهم، فأنزل ربك آية تطهيرهم. هكذا وردت في مراجع أهل الحديث من الفرقتين. حديث الكسائي حديث جميل، ولست أبالي إذا اختلف الناس من بعد ذلك في الأثر الطائفي لذكري له، بل وإني لمن أجل هذا خصوصا ذكرت الحديث. لقد نظر الناس في أثر الضم، هل فيه رمز لعصمة من كان تحت الكساء، أم القصد تكريمهم دون توصية بالإمامة بعد الرسول؟ ولكن أنا، ولأني من الشعراء ولست من الفقهاء، ولا أبتغي أن أحول هذه القصيدة درسا بعلم الأصول، أقول وأجري على الله فيما أقول بأني سأدخل فيه الذين أبوا أن يدلوا لغاز أتاهم، وأخرج منه الذين على العكس منهم أباحوا لحاهم، فمن رد كيد اليهود عن المسلمين بلبنان عندي سيدخل تحت الكساء، ومن رد ولكن أنا، ولأني من الشعراء ولست من الفقهاء، ولا أبتغي أن أحول هذه القصيدة درسا بعلم الأصول، أقول وأجري على الله فيما أقول بأني سأدخل فيه الذين أبوا أن يدلوا لغاز أتاهم، وأخرج منه الذين على العكس منهم أباحوا لحاهم، فمن رد كيد اليهود عن المسلمين بلبنان عندي سيدخل تحت الكساء، ومن رد كيد التحالف عن شارع في العراق سيدخل تحت الكساء. إني أرى تلك موعظة لو تفكر أهل العقول. يا كساء النبي استمع، يا علي المقام، أنت أكرم ما في مخيمنا من خيام، فليقم فيك مستوصف إن تيسر يأوي إليه ضعاف الأنام. يا كساء النبي وبرج الحمام، يا شريطا من النور ضم على باقة من كرام، يا شبيه السماء القريب وصبح المعاني، ويا رحمة الله منسوجة في خياطة برد يماني، وتذكرة بالزمان العفي. يا كساء النبي اجتمع، يا كساء النبي اتسع للزهور ومن لا يحب الزهور ولا يشتهيها، اتسع للولاة ومن لا يليها، اتسع للحقيقة والشك فيها، اتسع للسهول، اتسع للجبال، اتسع للنساء، اتسع للرجال، اتسع للعجوز، اتسع للرضيع، يا كساء النبي اتسع للجميع، وصلى عليك البصير السميع.